انت عارفه اكتر حاجه بلاقيها بتلفت نظري يعني، طبعا انا كنت عايشه بره قبل كده، هنا بشوف ان الناس يا عيني مشغوله ازاي بينافسوا بعض ان هم يعني ايه، انا جبت شنطه مش عارفه ايه، هي قاعده مشغوله بتفكر هي هتجيب شنطه شكلها عامل ازاي، دول اشتروا شاليه في الحته الفلانيه، يبقى احنا لازم يعني هم مشغولين طول الوقت ازاي يتنافسوا، التنافس مش مشغولين ان هم يبقوا مبسوطين، لو كل واحد قفل بيته وقعد مبسوط كده محدش بص لحد يا جماعه ساعتها بقى يبقى يغني لها بقى صدقني خلاص. والله اللي حاسس بحاجه وعايز يغني يغني، واللي مش عايز يغني ما يغنيش، اللي عايز يحب يحب، واللي مش عايز يحب ما يغلش على اللي بيحب. صح، بس انا معاكي يا ما، هي كده، انا معاكي في الموضوع ده، يا ريت كل يعني واحد يركز، كل واحد يخلي في نفسه. انت عندك مشاكل، غيرك يا اخي ما عندوش مشكله، سيبه يستمتع بحبه. او لو ما حدش ما عندوش مشاكل يا ما، بس لو حد عنده هو مشاكل وعايز يفك شويه من المشاكل، ما عندوش مشاكل ومستمتع بحياته ولسه بيحب جديد، ما تسيبوه. ده انت بتبقي مروحه، كان عندك فرح مثلا ومروحه، تاني يوم تلاقي الصبح تليفون البيت بيرن، طنط اللي تحت حبيبتي شفتك امبارح راجعه متاخر، انت كويسه؟ الناس مركزه يعني مش بس مش بس في الحب، لا يعني مركزه رجعتي امتى ونزلتي. يبقى هو في الاخر برضو خلينا في حالنا، خلينا في حالنا، فقره عايزين نعمل فقره بعنوان خلينا في حالنا، وفي فيديوهات كتير قوي، والنبي يا استاذ نجاب، لان في مواضيع كتير داخله في خلينا في حالنا دي، وحياه ربنا بقول لك فيديوهات كتير قوي، خلينا في حالنا في اللبس، وخلينا في حالنا في المشاعر، وخلينا في حالنا في نظراتنا لبعض، لان هو بدايه التحرش ان احنا ما بنخليناش في حالنا. فيعني